في إطار حماية المستهلك وقمع كل أشكال الغش والمضاربة، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيغ موراسن بكتيبة وهران من توقيف 3 أشخاص على متن شاحنتين يقوم أصحابها ببيع الحليب المدعم خارج سلسلة التوزيع مع ممارسة أسعار غير شرعية قصد المضاربة، بحيث ضبط المعنيين بإحدى شوارع حي البدر بوهران يقومون ببيع الحليب بسعر 40 دينار للكيس الواحد. العملية أسفرت عن حجز شاحنتان، الأولى من نوع جي ام سي والثانية من نوع اي في، 4000 كيس من مادة الحليب مبستر مدعم، 100 علبة كرتونية من مادة اللبن، 120 علبة ياورت، 324 صندوق بلاستيكي لنقل الحليب، مبلغ مالي قدر ب 77600 دينار جزائري. هذه العملية تمت بإشراك ممثلين عن مديرية التجارة لولاية وهران. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة.